في هذه المدينة لا حاجة لك لتبحث عن مبدعيها أو تسأل عن عناوينهم، فهم متوفرون في كل ناحية منها تقريبا. تركوا ظلالهم وبصماتهم وحكاياتهم وألوانهم وأجزاء من سيرهم وتجاربهم على جدرانها وفي مكتباتها وحدائقها، خاصة أولئك الذين كانوا أطفالا يوم تأسس موسمها أو مهرجانها السنوي وكبروا معه. حكيم غيلان هو واحد من هؤلاء المبدعين الذين أنجبتهم هذه المدينة أصيلة وتدربوا في محترفها وورشها السنوية على فن الرسم والحفر. حكيم غيلان. نعم. حكيم غيلان، أنت ابن أصيلة. نعم. ابن أصيلة، فكرت باسمك حكيم وغيلان؟ والله القصة غريبة شوية الاسم. أنا في الابتدائي كنت بكتب حاكم. حاكم؟ حاكم بالألف، مثل الحاكم بأمر الله الفاطمي. لما عرفت معناها يعني تعصبت من الداخل، ما عجبني اسمي. أيوة. أي كنت بكتبها حاكم، ولا المعلمين صححوها ولا أي شيء، فدائما تنوي بالحاكم العسكري، الحاكم بأمر الله، أشياء مثل هذا. لكن لما طلعت الإعدادي بيحطوا لنا كارت المدرسي عليه صورة، فلما صار اسمي حكيم فرحت كثير، عرفت أنها من الحكمة التي لازلت أبحث عنها دائما. نحاول دائما أن نكون متحررين في التعبير أو في العمل الفني، لكن تكون دائما هناك فكرة، هناك انطلاقة، هناك شجون، هناك أشياء داخلية تحب أن تخرجها أو فكرة تحب توصلها للآخر. فالحكمة، هناك مقولة عجبتني وفي إطار لوحات الحروفيات، هي حرف الباء الحكمة. يقول أحد الحكماء: كل الحكمة جمعت في كتاب ألا وهو القرآن الكريم، وكل حكمة الكتاب القرآن الحكيم جمعت في السورة الأولى الفاتحة، والفاتحة كل حكمتها جمعت في الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، وكل الحكمة الآية جمعت في الكلمة الأولى باسمي، وكل الحكمة جمعت في الحرف الأول في الباء، فالحكمة موجودة في نقطة الباء، فالحكمة نقطة والجاهل من يتجاهلها. قوي كثير هذا التعبير. هذا الحرف الباء اللي حكيت عليه من قبل، وهذه أنا نوع من الكتابة المتواجدة في المخطوطات الوالد، وأي حرف الأصل ديال الحرف في جميع اللغات هو العمود والقوس، تركيبة بين العمود والقوس كل اللغات كل الحروف. ودائما دائما شغلك يعني يأتي بهالمعنى من فكرة أو من نص معين، من جملة معينة، من أغلب الأحيان. أغلب الأحيان فالعفوية عندي لازم تكون يعني كنترولي محددة، يعني مراقبة تماما، يعني تتحكم فيها نوعا ما. حرف الباء والباب. أيوة. الباب استهوتني دائما الأبواب، وخاصة أبواب المدن القديمة المتآكلة المتلاشية، يستهويني فيها المادة التي تخلقها الأردة وأكلت السوسة، الصباغ المتراكمة عليها والمتناثرة تعطيك دائما بعد للزمن، وتعطيك سفر عبر الأزمنة. نعم نعم. والباب أيضا كما ذكرت هو خلفه في حكايات وفي أسرار. نقول في المثل العربي: البيوت أسرار وأسرارها كاتمها باب الدار. حكيم، أنت ابن هذه المدينة أصيلة. نعم. تظن أنك محظوظ أن ولدت في هذا المكان؟ أكيد أكيد أكيد، من الحظ. أن هو كل إنسان يعشق مكان ولادته، ولو خيروني أن أختار مدينة غير أصيلة لاخترت أصيلة. أيوة. شو السر أنه يعني إذا بنقول محظوظ لكونه أول لأمرين؟ أظن الأمر الأول أنه مكان الولادة، هذا الفردوس دائما. نعم. يعني والطفولة. الأمر الآخر هو أنت يعني وعيت أو على مدينة تتكون إبداعيا وفنيا. نعم. يعني خلقت ووعيت على بدايات الموسم. أيوة. موسم أصيلة اللي ختم عام 1940. أصيلة
الحب الذي يكمن لي لها أنها مدينة صغيرة، فنحن عائلة كبيرة، الكل يعرف البعض. أصيلة من حظها أيضا أنها لها أستاذة أمينة أسينسيو، الأستاذة التي علمت الأجيال بالمدرسة الإعدادي فنون الرسم وتاريخ الفن. كذلك أصيلة محظوظة أن لها منتدى مثل منتدى أصيلة، جمع فنانين، فكانت فصابت أصيلة قبلة للفنانين والمبدعين. تعلمنا الكثير على أيدي فنانين كبار من المكسيك، من فرنسا، من إسبانيا، من الدول العربية الأخرى. نعم هي لأنه لابد أنه هذا الموسم السنوي مئات أو ألاف الناس يعني عبروا وأقاموا في هذه المدينة في بيوتها بالأول ثم في، وبحد ذاته هودي كانوا معلمين عابرين. تمام، هي في كل ملتقى في كل سنة دائما تخرج بأفكار جديدة، بتقنيات جديدة، بتتعرف على أصدقاء جدد، وبتعرف جوانب خفية من عالم الفن والإبداع. نعم طبعا مثل ما قلنا هذا المحج أو هذا الموسم اللي عمره 40 سنة، خاصة عبر الورش التي تقام والجداريات اللي بتنحكي عنها. طبعا اللي هي اللي بتميز أيضا أحد ميزات هذه المدينة هو الرسم على الجدران، وهذه الورش الدائمة على مدار شهر تقريبا كل سنة، إضافة إلى أشياء أخرى. إذا بدنا نتحدث عن الإفادات من هذه التجربة، أنت بدأت بالرسم منذ الصغر. نعم، كان عمرك يمكن 5-6 سنوات بلش، مثل كل الأطفال. 8 سنوات مثل كل الأطفال. نعم، اشتغلت في مطبخ المنزل على أنه مرسم حتى لا أكون معاقب من طرف الوالدة. الوالد شو كان يعمل؟ الوالد كان خطيب وإمام ومعلم ومحتسب، يعني كان جامع كله، وناظر الشرفاء الغيلانيين بمدينة أصيلة. كأي طفل كنت مهوسا باللعب بالألوان وتستهويني الخربشات على الحيطان القديمة بالمدينة العتيقة، فكنت أحاول تقليدها وتقليد الأشياء التي أراها عن طريق الألوان وقلم الرصاص والأوراق البسيطة، يعني ما فيش أوراق الرسم من النوع الجيد، يعني أي ورقة كانت يمكن استغلالها. حتى غلاف قالب السكر كان يشتغل يعني كويس. ومين انتبه لها الموهبة من المحيط، من الأهل أو من غير الأهل؟ والله يعني هناك الأخ الأكبر يعني بيرسم، وهناك الأخ المحسن بيشتغل على الكتابة والترجمة، له مؤلف رواية. هناك أخ منصف وهو الأقرب إلي في الترتيب يعني العائلي، موسيقار وبيشتغل على هاي الفنية يعني. طبعا. والوالد كان راضي عن توجهك؟ الوالد في البداية يعني كان عنده اعتراض، مش لي أنا بس لأخي الأكبر، يعني حتى أنه كان باغي يعمل مدرسة الفنون الجميلة، وكان تعرض من طرف الوالد الرسم حرام وأشياء من هذا القبيل. لكن اللي من الحظ لما جيت انا كان الوالد صار اكثر انفتاحا، فلما حلل الرسم نوعا ما، مو حلل لكن سكوته كان بصالحي. سكوته كان يعني دليل الرضا او يعني فلتكن. نعم نعم، معلم انه رسام ماهر الوالد. ايوه، كان مشتغل كمعلم، فيحكوا لي التلاميذ اللي درسوا عنده ان كان لما يرسم بقره يعني يرسم بقره كما كان مصور يعني. والان يوجد عندنا في منزل الاخ الاكبر مخدات 2 رسم الوالد والطرز من يد الوالده الله يرحمهما. يعني لوحه فنيه رائعه. علاقتي بالوالد والكتب المتواجده بالبيت كانت تقريبا كلها مخطوطات، وعندنا بالبيت مصحف خط جدي، يعني بخط جميل، لان كان جدي كان عدل ووالدي كان عدل كذلك، فالدار دائما تأخذ بالوثائق مكتوبة بخط اليد، فاستهوتني منذ الصغر العلاقة الخط بالوثائق القديمة بأشياء تبينة لا تمسها لا تلعب بها، فصارت عندي الشيء المحظور يعني مرغوب، فصار لي لابد أخذ أسرق منها بعض الأشياء. نعم، والآن سرقتها كاملة وحطيتها على حتى لوحات، هناك لوحات حفر اشتغلت على مخطوطات يدوية قديمة. أيوه حلو. في سنة 88 هذه محطة الحفر محطة أساسية بتجربتك أنت؟ أكيد، هي كل حياتي الفنية، لأن تعرفت على الخط في سنة 1980 على يد أستاذي محمد عمر خليل،
بمرسم الحفر هنا بالمنتدى، وبعدين تطورت مع اساتذه اخرين، مع جون بيير تانغي من فرنسا، بالمكسيك باكو اغيلار من اسبانيا، عدد من الفنانين، يعني كل سنه تشتغل وتاخذ تقنيات جديده. فصار الحفر عندي مثل المختبر، أسيد وتجربة ألوان وورق، وهذا نوع فلاني الكيمياء إلى المختبر. نعم. إلى المختبر الحفر. نعم. واللحظات التي أكون في إنجاز لوحة الحفر وإجراء التجارب الألوان هي لحظات ممتعة. وأهم شيء أن اللوحة رقم واحد تبقى ديما في مجموعتي، حتى الأخرى لو أهديت أو بيعت يعني ما كيبقاش فيك الحل. محتفظ بكل الأسر تقريبا كلهم. يمكن القول إن هذه المدينة الصغيرة أصيلة هي البيت والمدرسة والجامعة في آن بالنسبة لأطفالها وأجيالها الذين في كل سنة تقريبا يحصلون على مرتبة جديدة في المعرفة من خلال منتداها الثقافي الفكري والفني، وبالتالي يتعرفون على مبدعين جدد من خلال الورش التي ينتسبون إليها سنويا ويشرف عليها كبار الفنانين والمبدعين من أنحاء العالم. ولحكيم غيلان في هذه المدينة الحصة الكبرى لكونه بدأ خطواته الأولى في الحياة وفي الرسم مع بدايات موسمها الذي أشرف على نصف قرن من الزمان. أنك تكون في مدينة أصيلة وتتعرف على فنانين كثير وتعرف، يعني كل مرة يكون عندك مثال تقتدي به. فحقيقة أنا كثير من الفنانين أثروا في أعمالي وكافحت كثير عشان باش نخرج من هذه الدوامة. أيوة، وحاول أترك بصمتي الخاصة في لوحاتي. هناك محمد عمر خليل السوداني في فن الحفر في نيويورك. أيوة في نيويورك. هناك طبعا كبار الرسامين مثل بيكاسو ودالي، دائما كنا نحاول نقلدهم. ايوه، نكون مثلهم شيء يعني. وقلت لي اعمل جهد حتى تبرأ، يعني تخرج من التأثير. بس بظنك خرجت؟ والله ما اقدر احكم على هذا، يعني هذا من صالح الجمهور والمتلقي المتذوق الفني يحكم. يبدو محمد عمر خليل اثر فيه كثير. انت اكيد أكيد، يعني حتى أستاذي وكنا بنشتغل كل سنة يعني مع بعض، يعني حتى بالأشياء القليلة اللي شفتها اليوم أنا فيها شيء. أكيد في بصمات. صح. 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 أنت لاحقا حاولت يعني تذهب إلى التخصص يعني أو تتعلم الرسم يعني، وشو اكتشفت بس رجعت رحت على معهد أو الحكاية هذه؟ لما كنت في البداية في أوائل الثمانينات وكنت أقوم بمعارض جماعية مع الشباب في سني، فكان دائما يشوفوا أعمالي ينبهروا بها ويطرحوا علي سؤال. درست في مدرسة الفنون، أقول لا وأحس بعقدة نقص. بعدين لما وصلت إلى الباكالوريا عملت اتجاه مدرسة الفنون الجميلة، بس لما درست بها وأخذت الدبلوم وجدت نفسي أنه يعني كنت أحسن قبل من المدرسة يعني. اللي ضحكت على نفسي. بس المدرسة حقيقة تعلمت فيها الكثير. دروس تاريخ الفن كانت أقوى، والرسم الأكاديمي يعطيك يفتح لك أبواب كثيرة. حتى أننا تعلمنا أن حتى اللوحات التجريدية إذا لم تكن القاعدة قوية بالرسم الكلاسيكي حقيقي صحيح. يعني ما تكون فارغة، غير معبرة وغير ذات المستوى. تمام. لوحاتي دائما كان فيها مزيج من التجريد والواقعية. نعم. إذا أخذنا مثال خربشات على بياض بالأزرق ما يتقبلها، لكن إذا حطيت صورة أو رسمت نافذة أو جزء صغير من النافذة يتقبلها، يعرف أن هذه خربشات تعني حائط قديم إلى آخره. بس إذا حطيتها لوحدها لحالها ما يأخذها المتلقي. فإذا لهذا كنت دائما أمزج بين الاثنين
عشان راحة المتلقي. يعني أنت تهجس بالمشاهد اللي بده يشوف اللوحة، بتفكر فيه كمان يعني. تمام، لما تكون تعمل معرض رسم أو عشان الآخر يشوفه المتلقي بتفكر فيه طبعا كجزء، مش عايز أصدمه، عايز أبلغ رسالة، عايز أعطي مساج يكون واضح. أصيلة تميزت بتجربة الجداريات، وأنت كنت من 13 سنة وقت اللي أظن شاركت. نعم، في الجدار بموسمها الأول. نعم، يمكن. نعم، نحن ما يطلق علينا 16 شاب الآن صرنا رجال، يطلق ما يطلق علينا اليوم بأطفال الموسم. نعم، منهم حاتم البطيوي، عادل، عثمان قصبي، عزيز غيلان، منهم من معاد جباري، منهم من صار فنانا ومشى في الميدان، ومنهم من لظروف صاروا دكاترة وصحفيين وأشياء أخرى. نعم نعم. فالجداريات في أصيلة حقيقة وضحت أو كشفت سر اللوحة، لأن لما تروح للمعرض وتشوف لوحة جاهزة بالبرواز والإنسان يشوف اللوحة، واو عجيبة. بس لما الجدارية تقعد أمام الفنان وهو بيرسم تخطيط بفحم، ألوان أولية، ألوان أخيرة، بعدين يدخل في الديتاي. الجداريات في أصيلة كانت مدرسة مفتوحة للشباب والمهتمين كيف يرسمون لوحة. بدون شك هذه التجربة في الرسم على جدران المدينة والورش التي تقام والتي يشارك فيها سنويا الأطفال، والنشاطات الموازية من ندوات ومعارض ومؤتمرات وأمسيات شعرية وموسيقية تؤسس لإنسان مختلف ولذائقة فنية عالية ولعلاقة صحية وجمالية بالمكان باعتباره امتدادا للبيت وللموسم في آن واحد، وهو الفضاء الذي ينبغي الحفاظ عليه والاعتناء به، وبالتالي تؤسس لخيرات لدى الأجيال لها علاقة بعالم المعرفة والفن والإبداع بعيدا عن التطرف والعنف. حكيم غيلان كما سلف الذكر واكب هذه التجربة، تجربة أصيلة منذ انطلاقاتها الأولى، لذا كانت تجربته متأثرة بكل المبدعين الذين عبروها وشاركوا في محترفاتها، وبالتالي كون رؤية وقراءة عن مدينته وموقعها ودورها. ولكن من جهة أخرى، هل يوجد مكان للملل لدى الفنان الذي اقترن اسمه باسم مدينته، أو نوع من التأطير؟ هنا يجب أن تكون الحيلة. نعم. أن تعرف تهرب من الملل إلى أن تغير في نفس المكان، تغير النظرة. إذا كنت تنظر من البحر من النافذة فحاول أن تنظر إليه من السطح، فهمتيني؟ أو في وقت أحيان سكر النافذة والباب واسمع لي صوته بس. حتى الرسم يعني لما الفنان يكون بيشتغل بتقنية لمدة طويلة يحس بالملل. نعم. عشان يرتاح وما يوقف سلسلة الإبداع يروح على الأكواريل، على صباغة، على حفر، على نحت، يغير في الأشياء. نعم نعم. بس نعرف أنه أنت صوتك جميل. تغني أحيان أو لا؟ بس من الهواة والملوعين بالطرب الأندلسي، أو يسمى هنا في المغرب بالطرب الآلة. بعمل كورال مع مجموعة من مع الجمعية، أسسنا مؤخرا جمعية أصيلية لعشاق الطرب الأندلسي، وكان لي الشرف أنني أكون رئيسها، نقوم ببعض التداريب فنغني شوي يعني. وعد في فرقة المديح والسماء بمدينة أصيلة. الغناء بدون شك، الغناء يعني بيفتح مكان آخر في الوجدان وفي أكيد أكيد. فتح لك شيء، أضاف شيء على كونك رسام وتشكيلي وفنان، فتح لك شيء نافذة. أكيد أكيد، لأن لما تكون بتشتغل وتستمع للموسيقى هناك أشياء، ما لا أجد الكلمات لشرحها، لأنها تشتغل تفاعلات داخلية لتخرج. الطرب الأندلسي الأشعار جميلة جدا وتفتح المخيلة للفنان كذلك. وروحاني كثير. أيوة، في روحانية. الطرب الأندلسي مخلط فيه روحانيات، فيه الطبيعة، فيه الخمريات، فيه الحب، فيه
الصوفي في يعني كل يعني شيء روح يعني نعم نعم جميل. مكتبة الوالد استفدت منها خارج إطار أنه كونها مخطوطة حضرت الآن بلوحتك، كنت تقرأ؟ كان عندي اطلاع ديني أكثر، لأنه المخطوطات الموجودة كانت فيها كتب دينية أكثر، فنوعا من التصوف نعم. ومكتبة الأخ الأكبر كانت فيها أشياء عن الأدب الأجنبي، كان هناك مجلات العربي، أشياء مختلفة وقصة ألف ليلة وليلة قرأتها وأنا في عمر 12 سنة، يعني روعة، فتحت لي عدد كثير من الأبواب. بأي مكتبة كانتها؟ بمكتبة الوالد. كانت موجودة. بطبعتها الأساسية. والله ما أعرف هي طبعت. لأنه فيها أشياء كثير إباحية. ما أظن كانت في يمكن هذه كانت منقحة شوي. منقحة شوي. وحتى لو كانت أشياء دائما عندنا الآن. الرجل العربي عنده مقص رقابة داخل الدماغ، يعني مش لابد تكون خارج. بتعمل رقابة على نفسك انت وعم ترسم احيان؟ اكيد. يعني في اشياء بتحب ترسمها طبعا بتهرب منها؟ والله لا، احيانا بتكون بتشتغل وتعمل شيء وبعدين ترجع يعني رسمت اجساد عاري في المدرسة فقط. في المدرسة فقط، في الدراسة أنت فقط. هذه التجارب ما حاولت يعني حتى يعني تشتغل عليها في التجريد لما اشتغلت بموضوع المرأة، كان بالموازاة يشتغل معاد جباري على المرأة نفس الشيء، لكن هو بنفسه قال يوم نحن وحكيم نشتغل على نفس الموضوع، بس حكيم بيغطيها وأنا بعريها، هو يرسم جسد المرأة من غير رأس في تعبير في لوحاته، وأنا كنت دائما أشتغل على المرأة بالحايك باللباس الخارجي للمرأة المغربية وخاصة الزيلاشية، هذه الظاهرة اندثرت تقريبا الآن، بقى مرأة واحدة تلبس الحايك في أصيلة، وكان يستهويني دائما لأن فتحت عيني على الوالدة الله يرحمها تعمل حايك، جدتي تعمل الحايك، وفي يعني جمالية كثير في خلف سر ويعطي جمالية للجسد، والله جمال الجسد غريبة. نعم. خلاصة القول إن حكيم غيلان علمته أصيلة أن يرسم، فرسمها من زوايا رؤيته الخاصة وحفرها كما يحفر الزمن على جدرانها مروره المهيب. أحب مدينته فمدته بكل ما فيها، وفتحت له أبواب سرها وزرقتها وأزياء نسائها ومخطوطاتها في مكتبة الجد والوالد التي حولها إلى جداريات. كذلك يمكن القول إن سيرة هذا الفنان هي سيرة مدينته.